محسن، هروح لأبرز تصريحات مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي قال ملعب المباراة لن يكون شماعة. طبعا احنا عارفين ملعب السلام من الملاعب الضيقة، فانت النهاردة لما بتشوف فرقة بتلعب بنواحي دفاعية بيكون فيها أزمة شوية، لكن النهاردة علق مستر كولر على ملعب المباراة وقال يعني طبعا عارفين في إصلاحات وصيانة في استاد القاهرة، كنت أعلم كيف يلعب فريق البنك وتحدثت مع اللاعبين عن ذلك، والشوط الأول لم يكن يعني كما نريد، والشوط الثاني كنا الأفضل. حل مشكلة التهديف سنبدأ العمل عليها، اليوم أتيحت الفرص للطرفين ولاعبي وسط الملعب للتسجيل، وتلك المشكلة ليست جديدة، الإصلاح ليس سهلا ولكن سنحاول أن نبحث عنه، وعن الجهة وعلى الجهة الأخرى يجب على اللاعبين التركيز ومحاولة العمل على تحسين إنهاء الفرص. ما يقال كمان تطرق لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير، ما يقال عن وجود أزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير غير صحيح، محمد الشناوي جلس على مقاعد البدلاء لمصطفى شوبير من قبل ولا توجد أي أزمة. تعليق كابتن محسن على تصريحات مستر كولر، عن اتكلم عن ملعب المباراة، قال مش يعني طبعا الافضل ان احنا بنلعب في استاد القاهره في مساحات، خاصه لما بنواجه فرق بتلعب بنواحي دفاعيه. اتكلم النهارده عن مشكله التهديف للنادي الاهلي، وكمان اتكلم عن محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وقال الاثنين ما فيش اي مشكله خالص، ومحمد الشناوي قعد على مقاعد البدلاء قبل كده لمصطفى شوبير ولا توجد اي ازمه في النقطه دي. يعني بالنسبه للملعب انا غير مؤيد تعليق كولر على ارض الملعب، انا ارض الملعب دي عليا انا وعلى الخصم يعني. وبعدين ممكن يعني تبقى ليها افضليه للكابتن طارق مصطفى انه بيلعب في نواحي دفاعيه ملعب ضيق، فالنهارده النادي الاهلي بيعتمد على الاطراف والمساحات، فالمساحات مش موجوده النهارده. احنا دلوقتي كل المدربين بتدرس كل النواحي، من ضمن النواحي ملعب، قياسات الملعب، وبالتالي فانا بشتغل في جزء من شغلي على قياسات الملعب. لما الاقي انه ملعب صغير وانا مش متعود على الملعب الصغير، فانا بعمل تدريبات معينه وبدي تعليمات معينه عشان اللعيبه تقدر تتاقلم مع ارضيه الملعب وتلعب بالاسلوب اللي يناسب مساحات الملعب. لكن اعتقد انه اذا تعرض هو للمشكله دي يبقى اكيد هو ما اتكلمش مع اللعيبه فيها، او ان هو ما قالش ازاي اتغلب على انه يكون الملعب صغير او الملعب سيء. ما هو الملعب ده عليا انا وعلى الفريق المنافس. وبعدين يعني مش كل ملاعب مصر يعني ستايل يعني. هو بيقول دي مش حاجه يعني، هو بيقول مش حاجه، هو قال احنا منتظرين طبعا استاد يعني القاهره، استاد القاهره بيبقى اصلاحات فيه وبتكون الافضليه لينا في استاد القاهره في اللعب يعني. يعني دي عموما يعني دي نقطه، لكن بالنسبه للمقارنه الشناوي ومصطفى الشناوي والعلاقه، انا عارف ان بين الاثنين علاقه جيده جدا يعني، وانه قرار المشاركه بيكون في ايد المدرب، ومشاركه شوبير يعني لا تقلل اطلاقا من مكانه الشناوي كحارس مرمى مصر وحارس مرمى النادي الاهلي اول. وبالتالي فالمدرب لابد ان يحتاط ويكون له خطه بي، خطه سي، في حاله اصابه الشناوي او غيابه لاي سبب يبقى لابد من وجود حارس جاهز لانه يتحمل هذه المسؤوليه. وبالتالي ده ليس تقليل من قيمه الشناوي وتاريخ الشناوي المعروف. لما اتكلم على النواحي التهديفيه يعني اشمعنى بنتكلمش ليه في الماتشات اللي بنكسب فيها على النواحي التهديفيه؟ ما هو نفس اللعيبه ونفس الفرص بتيجي وبنسجل منها. تمام. كابتن هاني سريعا عشان وقتنا، نسيب الكابتن نصر عباس. مشكله التهديف قال هنشتغل على لازم على النقطه دي خلال الفتره اللي جايه، عمليه يعني مقسومه ما بين، خاصه ان مش كل مباراه هتلاقي كم فرص كبير، بالظبط ممكن تتاح فرصه او اتنين لازم تسجل منهم. هو دايما الحتت ديت بيبقى في تدريبات تخصصيه للمهاجمين في فترات معينه من التدريب، وكمان لازم هي مقسومه ما بين الاثنين، المدير الفني واللعيب نفسه. اللعيب نفسه لازم يطور من نفسه في حاجات كتيره جدا جدا يعني. اللعيبه الكبار لغايه دلوقتي هتلاقي رونالدو، هتلاقي محمد صلاح بيتدرب على الكرات الثابته وبيتدرب ازاي يعني، لغايه دلوقتي الناس دي ما بتقفش، لا انا بقيت كويس. فلازم الحته ديت لازم يكون على طول تدريبات يعني. بنشوف كهربا بيوصل بس بيضيع، كهربا لازم يشتغل على ده كويس قوي.
بعد كل تمرينه ان شاء الله يشتغل 50 60 كره بالعرض ويبدا يحط الكوره. الاحساس بتاع التهديف هيجي من خلال التدريب. الجزء الثاني على المدير الفني ان هو كمان يخلق سيشن للتدريبات خاصه بعمليه التهديف للمهاجمين، يعني يخلق وحدات تدريبيه خاصه للمهاجمين بمدافعين بشكل بيحصل في المباراه ويبدا يكرره كتير، والمهاجم ياخد على هذه الوضعيه ويبدا يحسن من مستواه. فالعمليه مقسومه اثنين، جهاز فني بيشتغل على سيشن معين يتحدد من خلال وحدات تدريبيه، ولعيب هو من نفسه بعد كل تدريب حتى لو الفرقه خرجت لا يبدا. كان زمان بيجيبوا لنا عارف عمال اللبس اللي بيرفعوا الكره كويس، كانوا بيشتغلوا مع المهاجمين والله وبيطلعوا وبيشتغلوا مع المدافعين، لكن دلوقتي عندك جهاز كبير ياخد اثنين ثلاثه من الجهاز المعاون ويشتغل مع المهاجمين، لان دوت مهم جدا جدا انك تفضل تحافظ على ده. يعني حتى الهدافين الكبار هدافي العالم كلهم بيشتغلوا تدريبات تخصصية، مش معنى ان انا هداف الدوري الانجليزي ان انا خلاص بقيت كويس، لا، بيفضل يشتغل على نفسه من خلال تدريبات تخصصية بتحافظ على الحساسية دي في المباريات.